الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن أفراد القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة الجنوبية نقدم التهاني للشعب الليبي والقيادة العامة لقدوم عيد الأضحى المبارك الذي عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوحد الصفوف الليبيين وأن يبعد عنهم الفتنة ما ظهر منها وبطن، وأن يضم شمل ليبيا قوات المسلحة. تهني كافة أطراف الشعب الليبي بدون استثناء، وندعو كل أهلنا في ليبيا أن يلموا الشمل وأن يدعو إلى وحدة الصف وإلى طرد الغزاة الأتراك وإلى وحدة الصف وإلى لم الشمل وإلى دفع بالتي أحسن. ونحن وفاد القوات المسلحة نعتبر جند للشعب الليبي وحماية الشعب الليبي ورتبات الشعب الليبي، وهذا هو شعارنا، شعارنا اللي هو الدفاع عن الوطن ووحدة ليبيا ولم الشعب الليبي في صف واحد من أجل ليبيا واستقلال ليبيا. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا هذه المحنة، محنة الكورونا، وإن شاء الله بعون الله نكونوا عن ضمن الشعب الليبي. أن نحن القوات المسلحة في الجنوب وخط الجنوب أننا أبناء الشعب الليبي لوحدة الصف ولم الشمل. كل عام الشعب الليبي بخير والأمة الإسلامية والعربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. نهني الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا باليمن والبركات. كما نهني سيدي رئيس أركان مشير خليفة بلقاسم حفتر بمناسبة هذا العيد، وكما نهني أفراد قوات المسلحة المتواجدين بمحاور قتال، وأتمنى لهم النصر القريب بإذن الله وإلى الأمام. بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا. بمناسبة هذه العشر الحرم من ذي الحجة، من مناسبة عيد الأضحى المبارك، أتقدم بكامل التهنية والتبريكات إلى الشعب الليبي بكل مكان، شعب ليبي الموحد اللي هو بكل ضيافة بجميع شعوبه بجميع أعيانه وشيخه وحكماه وقواته المسلحة وشرطة وجيشه، نتقدم بالتهنية المباركة للشعب الليبي جميع في ربوع ليبيا الحبيبة. ونهني وطننا الكبير، ونهني القيادة العامة للقوات المسلحة بجميع انتصاراتها، ونتمنى الخير واللئام جميع أركان ليبيا الحبيبة. هذه الأيام العشر ندعو فيها إلى التصالح وإلى التسامح وإلى التحابب وإلى نبذ العنف وإلى نبذ التطرف، إلى التلاحم من أجل وحدة ليبيا ومن أجل نصرة ليبيا ومن أجل توحيد ليبيا. إلى الأمام يا شعب ليبيا العظيم، إلى الأمام يا شعب ليبيا المجاهد، إلى الأمام يا شعب ليبيا الكبير الذي هزمت وقارعت كل أنظمة الطغيان في العالم، من فرسان القديس يوحنا إلى الرومان إلى الأندال إلى الإيطاليين إلى الفرنسيين وإلى الآن الغزو التركي. نتمنى التلاحم والتعاضد والتواحد خلف قيادة شعبنا العظيم، خلف القيادة العامة للقوات المسلحة ونصرتها بكل ما أوتينا من قوة. إلى الأمام يا الشعب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يعود على الجميع بالخير، ومن عام إلى عام وإلى الأمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم عبد النبي فرغ الشعبان، مصري الجنسية مقيم في ليبيا، في جنوب ليبيا في بلاد الشاطئ. من أهم الأخوة الليبيين بعيد الأضحى المبارك، من أهم الأخوة المصريين بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة إن شاء الله، وكل سنة وأنتم طيبين. بسم الله، نهني قادة الحدث على هذا الاستضافة لينا، نهني الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالأمن والبركات، ونهني قواتنا المسلحة المرابطة في الجبهات، ونهني الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وإن شاء الله الليبيين يجتمعوا على الخير بمناسبة هذا العيد، ونهني كافة شعبنا الليبي، ونبوهم يلتموا ويلتحموا مع القوات المسلحة، وهذا طوق النجاة وهذا أملنا الوحيد، وإن شاء الله نتلموا على الخير، والباقي كله زايد، وناشد أخواننا في المنطقة الغربية أن يلتحموا وياسرنا من هالمشاكل، وطير الخير خيط يود الإبرة، وودرت والله العظيم ما عشم شبابنا ضاعوا لا طاعت، فما دل تحمع مع قواتنا، والأمل موجود إن شاء الله، وهذا اللي احنا نبوه، كنا أخوت الليبيين نتمع في مكان واحد، والليبي مع الليبي، وليش الليبي مع الليبي قوت، احنا كنا أخوت في النهاية مصاهرة
ونسايب وقارب الشرقاوي والغرباوي والجنوبي كل واحد كنا احنا واحد. ليش حضبكوا احنا؟ ليش احنا تو جينا كل واحد جاينا من مكان هيا بندير وساطه بندير بيناكم وساطه؟ احنا وساطتنا في بعضنا، لازم نتحموا مع بعضنا وندور بعضنا ونلموا بعضنا. خوت احنا خوت مع خوك، انا اخوي على الغريب ليه عليكم هذا؟ لا ولازمنا احنا نضبكم ولازمنا والله نلتم ونقعمز ونحل مشكلتنا. ما تستحق مشكلتنا هذا كل منا، وهذا احنا كل ما طولت المده كل ما زاد امل مساكننا. اليوم الكهرباء يكمل الله عليكم، كل يوم بايع الكهرباء، بايع المواطن، بايع السيوله، بايع في 11 سنه تو قريبنا، ما عادش 10 سنوات تو ماشي في الاحداث. ليه هذا كل ليش؟ اللي اليوم ما عادش مسكين التحام مع قوات المسلحه، التحام مع قواتنا المسلحه، وهذه طوق النجاح، وهذا احنا املنا الوحيد فيها. احنا تو الامن بحاجب الامن بالله عليكم بتمشي؟ ما فيش حاجب الامن تمشي. الامن الامن هو الشريان الحياه في الواحد. انت بالامن شو بتدير؟ أنا أقول كم مرة التحمت مع قوات المسلح ما متلتحسن. هذا قواتنا وهذا أمننا وهذه مدي بيشدوك الواحد. واحد شادك رابطنك في جبهات، شد منا أنت خارج المنتهى، وضحي بكل ما يملك، وضحوا اللي ضحوا وندير على الشهداء الله يرحمهم ويغفر لهم. بارك الله فيكم ولا لما. بسم الله الرحمن الرحيم. نهني قوات المسلح بعيد الأضحى المبارك والعاد عليكم بالخير إن شاء الله. ونهني قواتنا المسلحة اللي تواجدينها في المحاور، ونقول لهم كل عام وانتم بخير، ونهني كل الشعب الليبي عيد الأضحى مبارك. نهني الشعب الليبي الناس اللي الأضحى مبارك، ونهني السيد المشير خليفة بن ياسر حفتر والشعب الليبي وجنود المرابطين، وكل عام وانتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. نهني الشعب الليبي بعيد الأضحى المبارك، ونهني القوات المسلحة العربية الليبية بهذا العيد المبارك، ونهني السيد المشير أركان حرب خليفة بن ياسر حفتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.